وده تقرير عجبني جدا 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 وانا بتفرج عليه، لان هو بيتفق مع شيء من وجهة نظري المتواضعه. انا عايز الاجيال الجديده تشوف، عايز الاجيال الجديده تختبر الامور. اللي حصل ان وزاره الداخليه نظمت الملتقى ده للمره الثانيه. لمين؟ لشباب وطلائع المناطق الحضريه الجديده. انا كان اسعدني الحظ ان انا قابلت الولاد الصغيرين والشبان اللطاف دول قبل كده في احتفالية أيضا من احتفاليات الداخلية المصرية، وإزاي جابوا الولاد وقعدوهم جوه الأكاديمية ويعني وقعدوهم معايشة كاملة لمدة كذا يوم وما إلى ذلك. المرة دي كمان واخدينهم على محافظة الإسماعيلية. المبادرة مبادرة كبيرة اسمها كلنا واحد، وهي برعاية فخامة رئيس الجمهورية. طيب راحوا الإسماعيلية ليه؟ راحوا الإسماعيلية عشان يتفرجوا على المحافظة. احنا بنتكلم على اهالينا اللي في الاسمرات واللي في اسكندريه في البشاير، يعني حتت كتير جدا. طيب وعاوزين يشوفوا، او بالادق الداخليه بتلعب دور مهم جدا في مساله الدور الاجتماعي. طب في ايه يا يوسف؟ ترسيخ لمعنى الولاء والانتماء لهؤلاء الشبان. الولاد يبقوا عارفين كويس جدا قيمه الناس اللي بتحميهم وحجم التضحية التي تقدم لأجل كل مواطن موجود. ما تنساش أن الإسماعيلية دي هي أرض ملحمة عظيمة في تاريخ الداخلية المصرية، مش كده ولا إيه؟ امال إحنا العيد، عيد الشرطة كان على إيه؟ على المعارك دي، على إزاي الرجالة دول وقفوا في وش الجيش البريطاني. خلونا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. الإسماعيلية على أرضها نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، حيث استضافت قرية 25 يناير التابعة لوزارة الداخلية هؤلاء الشباب على مدار 3 أيام، ومنها انطلقوا يوميا ليتعرفوا على معالم المحافظة ما بين قديم وحديث. لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت. أحدث إنجازات الدولة المصرية على أرض محافظة الإسماعيلية أنفاق تحيا مصر التي شهدت إعجازا في زمن التنفيذ وبأيد مصرية يشاهدها هؤلاء الشباب لأول مرة، معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز الكبير. وجاءت الزيارة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس. مبسوطة جدا أول ما عرفت إن السيد الرئيس عملها رحلة وطلعنا، كنت مستنية اليوم ده جدا. شفت الملتقى الأول وسمعت إن في ملتقى تاني، سجلت اسمي ورحت إسماعيلية وبشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. أول مرة أخش النفق، وبصراحة أنا ما كنتش أعرف عنه حاجات، والميس اللي قاعدة تشرح لنا عنه. وأنا فخور ببلدي بسبب الإنجازات اللي اتعملت ديت وتحيا مصر. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي دم مصر. ومن أنفاق تحيا مصر إلى كوبري السلام المعلق، توجه شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لمشاهدة هذا المشروع العملاق الذي يربط ضفتي قناة السويس. احنا اول مره نشوف الحاجات ديت، يعني بنشوف، احنا نسمع عنها لكن ما بنشوفهاش، يعني اول مره نشوفها دلوقتي. انا فخوره ببلدي وبحب مصر قوي قوي. من فوق كوبري السلام احب اقول كلمه تحيا مصر. قناة السويس هي الزيارة الأهم التي رآها شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، فهي فرصة لكل هؤلاء الذين قرأوا عن قناة السويس في مراحلهم الدراسية المختلفة، تتاح لهم الفرصة لزيارتها والاستمتاع بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة والقديمة، كما التقطوا الصور التذكارية التي تخلد هذه اللحظة وسط عبور السفن العملاقة للقناة. حاجة احنا بنشوفها في الكتب والتاريخ بس. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو خلانا نشوف حاجات كتير جدا حلوة في بلدنا. تحيا مصر، تحيا مصر. لما تشوف أبطال حافين يحموا يبنوا اليوم الدين، ليك يا مصر الدور
شرفت النهارده طبعا ان انا اقابل اولادنا وبناتنا من المناطق الحضريه الجديده، وعرفناهم على المركز وطبيعه عمل المركز. شرحنا لهم ازاي احنا بنعمل برنامج تدريبي للمرشدين، وايه هي الاجواء اللي احنا بنعملها في البرنامج عشان نعيش المرشدين في كانه الاجواء دي حقيقيه. تضمن برنامج زياره متحف اثار الاسماعيليه، والذي يعد اول متحف اقليمي في مصر بعد المتحف المصري، اودعت فيه القطع الاثريه التي اكتشفت وقت حفر قناة السويس. بنشكر سيادة الرئيس اللي احنا جينا مكان زي كده، وان انا عايزة اشوف بلدنا قد ايه حلوة وقد ايه بتقدم لنا حاجات ان احنا نتطور اكتر. أرض الإسماعيلية التي كانت مسرحاً لبطولات رجال الشرطة منذ 71 عاماً، يخلد متحف الشرطة بالإسماعيلية بطولاتهم، حيث كان ضمن برنامج زيارة لهؤلاء الشباب الذين شاهدوا صوراً تؤرخ للمعركة والتضحيات. أنا هنا في متحف الشرطة وشفت إزاي الناس كانت بتضحي عشان بلدنا ولحد آخر جندي فيهم، وبجد حاجة تعلمنا الولاء. مبادرة كلنا واحد عرفتني عن الإنجازات والحضارات اللي موجودة في بلدي، وأنا فخورة بمبادرة كلنا واحد. إزاي أحصن نفسي من أي حوار لطريق أنا مش عايز أروحه؟ اقروا يا ولاد لان ده امر الهي، اقروا علشان ده اللي هيعلمكم ازاي تتعاملوا مع الدنيا ومع الناس، اقروا علشان محدش يضحك عليكم. ندوات تثقيفية على هامش الملتقى الثاني، في مقدمتها ندوة عن الكوارث الطبيعية ومنها الزلازل، اتاحت لهؤلاء الشباب والطلائع ان يتحاوروا ويتساءلوا. بلدنا العظيمة اللي احنا اتفرجنا عليها في الرحلة اللي احنا رحنا فيها دي مع بعض، كان هدفنا واحنا بنتفرج على الاماكن دي ان احنا نعرف ان البلد دي بتاعتنا احنا، وان الاماكن اللي انتوا شفتوها دي هي بتاعتكم، وان انتوا الوحيدين اللي هتحافظوا عليها، وان انت اما تحلم مش هتحلم عشان تبقى في بلد تانية، انت هتحلم عشان تحافظ على البلد دي. عارفين ان بلدهم عظيمه وام الدنيا، بس ما كانوش قدروا ان هم يشوفوا ده بعينيهم. يعني جميل ان احنا نلففهم على المشاريع القوميه اللي موجوده في البلد. انتم مش لوحدكم، انتم ما اتنقلتوش من مكان لمكان فقط علشان نغير شكل حياتكم، لا، علشان نغير شكل حياة مصر كمان معاكم. الوعي بتاعهم والانتماء للوطن زاد، وعرف يعني ايه أهمية قناة السويس بالنسبة له هو كمان شخصيا. على هامش الملتقى أتيحت الفرصة لهؤلاء الشباب والطلائع للإسهام في إعداد الوجبات الغذائية لباقي زملائهم في الملتقى. الملتقى الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة اختتم فعالياته بحفلة ترفيهية ومسابقات رياضية نظمتها وزارة الداخلية. محمد علي، يا عيني عليك يا محمد، يا علي حلوة حلوة حلوة. ويصبح حكم اللقاء صفارة النهاية بفوز فريق اسكندرية على القاهرة 5-4. ازاي اشجع من غير خناق؟ لازم عندك حاجه مهمه قوي لازم تتعلمها، ان انا اشجع فرقتي وما اسيقش للفرقه الثانيه. انا لما بخسر لازم اتقبل الخساره، بس اعرف انا خسرت ليه وما بقاش متعصب حتى مع زميلي. اللي عايز ينجح بيركز في شغله هو، ويركز في اخطائه، وما يخلقش اعذار طول الوقت. اللي بيخلق اعذار بتهيئ للمنافس قدامك يرد عليك، بالتالي هو عايز يرد، فروحنا للتعصب اللي احنا جايين بسببه النهارده. كرة القدم اطلاقا 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 ما فيهاش كلمة تعصب، فيها انتماء، فيها روح، فيها تشجيع. فدي مبادرة عظيمة جدا جدا جدا، ولازم احنا نشتغل على النشء على السن الصغير ده. شكرا يا ريس، وبنحبك جدا عشان تخلتنا نروح الاماكن دي. ابتسامة جيل جديد من أبناء المناطق الحضارية الجديدة، تم بناء قدراته وعقوله مع بناء مساكنه ليحيوا حياة كريمة في جمهورية جديدة. وتسعى وزارة الداخلية إلى الإسهام الفعال
في بناء قدراتهم وتعميق روح الانتماء لديهم لوطنهم. وفي نهاية الملتقى تم عمل لوحات شرف للمتميزين رياضياً وتعليمياً وثقافياً بالمناطق الحضارية الجديدة ليكونوا قدوة لزملائهم.